ألم يأن الأوان لتشغيل هذا المستشفى ولماذا لم يتم تشغيله حتى الآن؟ لا لا، هذا هو دأبهم. يعني هؤلاء لا يهتمون يعني بمصالح البلد ومصالح الناس ومستقبل هذا البلد. يعني هم يعطلون كل شيء في سبيل تحقيق بعض المكاسب من خلال صفقات مشبوهة أو من خلال سنسرات يعني مفضوحة. يعني أعتقد أن مسألة المستشفى التركي يعني مسألة يعني من المفترض أن يتحمل هؤلاء المسؤولية عن تعطيلها، وأن يتم محاسبة من لجأ إلى مثل هذا التعطيل. طبعا نحن على اطلاع. هل هي جهة معروفة دكتور؟ يعني جهة معروفة التي تعطل تشغيل المستشفى في لبنان، جهة معروفة؟ يعني أعتقد أن الذين يتحملون المسؤولية عن هذا يعني التعطيل هم يعني فئات مشتركة بين وزارة الصحة وبين بلدية صيدا وبين بعض الأحزاب والتيارات المختلفة التي تريد أن تهيمن أو تريد أن يكون لها حصة الأسد في مثل هذا يعني المشروع الإنساني والحيوي. أنا سألت يعني في فترة يعني أحد وزراء الصحة عن سبب تعطيل هذه المستشفى، فقال لي اسأل فلان. يعني الكل يعني يحاول أن يلقي المسؤولية على غيره، ونحن نعرف أبناء صيدا واللبنانيون يعرفون أن هؤلاء جميعا هم المسؤولون عن مثل هذا التعطيل وعن مثل هذه لكن دكتور هذا المستشفى دكتور أن يحاسبوا على أساسها.